وبآخر مساحتنا الصباحية لليوم حنروح للفقرة نحكي فيها عن موضوع نفسي اليوم. خلينا نقول الاضطراب المفتعل، يعني اليوم مصطلح جديد يمكن ما كتير مطروح، ما عنا كتير سمعانينه، ولكن اليوم علميا ونفسيا يعني خلينا نقول هو اضطراب بيصيب الجسم، ولكن هذا هو وهم منشأه نفسي. يعني اليوم دكتورتنا عطتنا أمثلة كتير من أرض الواقع رح نتناقشها معها، وخاصة نحن ضمن حملة البكالوريا والشيء اللي عم بيصير يعني في اضطراب نفسي اليوم تماما ممكن يعمل اسقاطات على الجسد وهميه. تماما اليوم كثير من الاشخاص عندهم هي الحاله، يمكن بجوز يكونوا عم يمرقوا باضطرابات نفسيه بحياتهم، بعض يمكن يكون عندهم نقص، ممكن يكون الشخص عم يروح لهالشيء ليستحوذ الاهتمام من اشخاص اخرين. في كثير من الاشخاص حتى بنشوفهم على ارض الواقع يمكن انه بيضلوا يهموا حالهم بالمرض، يمكن اذا بيمرقوا يوم وما حسوا حالهم انه هم تعبانين بيتضايقوا، ونحن حتى بيروحوا من طبيب الى طبيب، من مشفى لمشفى، لدرجه انه بيقنعوا الطبيب لبعض الاحيان بمرضهم، وبالتشخيص ما بيكون في شيء، لكن هن عم يحسسوا حالهم ويحسسوا اللي حواليهم انه نحن تعبانين، نحن في مرض، لازم يهموا حالهم بهي الامراض. ويمكن هذا الشيء يصير مثل ما ذكرت لنا يا ضيفتنا، يمكن كمان يعطل حياه هذا الشخص، ياثر على الاشخاص اللي حواليه، محيطه، عائلته. اليوم رح نحكي اكثر عن هذا الاضطراب، عن اسبابه وتاثيراته، وايضا سبل العلاج لهذا الاضطراب النفسي مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستديو الدكتوره غاله سعيد، دكتوراه في علم النفس. سعد صباحك. يا صباح الخير. سعد ايامك دكتوره غاليه. صباح الخير. صباح النور. شو هذا المصطلح جايبتي لنا اليوم؟ يعني والله نحن متعايشين بطريقه كثير منطقيه، يعني بقى الاسم بس عم نكتشفهم هلا جديد، بس نحن متعايشين معه، بس هو موجود يعني طبعا. عم يمكن ما كنا عم نقدر نوصفه بالشكل الطبي النفسي، ولكن عايشينه. هو موجود مثل ما تفضلتي، ومثل ما بدي اتشكرك على الشرح اللطيف اللي تفضلت فيه، نحن عايشينه، ما فينا ابدا اي حدا ممارق بهذا الاضطراب بطريقه او باخرى. رح اعطيكم دغري هذا المثال السريع قبل ما بلش بتعريف انه شو يعني الاضطراب المفتعل. فرضي انا وياكي اصدقاء، وانا حدا كثير نقاق، وطبعا ماني قاعده بقول لك والله يا رشا راسي عم يوجعني، راسي عم يوجعني اكثر منك بقول لك. بعد يعني يومين ثلاثه او يمكن بنفس الجلسه حتقولي شو هاد غاليه مو طبيعيه، كل ما بتجي صار راسي يوجعني، مع انه ما عندك ولا سبب جسديا انه انا يصير عندي راسي عم يوجعني. فكرة بدي اوصلها من المثال انه نحن قد ايه مارق معنا هذا المثال، قد ايه في ناس قاعدين معها كانت عم تشتكي من مرض، فطلعتي بعد ما قالت حطيت ايدك على مكان الوجع حسيت كانه ايدي عم توجعني، وكانه نقل لي طاقة المرض لإلي، كانه نقل لي هذا الشيء. صحيح. الاضطراب المفتعل هو عبارة عن احساسات ترافق الجسد، طبعا منشأها نفسي، بيكون الاحساس بالالم واحساس شديد، بيبدا من متوسط الى شديد، احساس بالالم، احساس بالضيق، بالانزعاج، وبيترافق معه الخوف والتوتر والاحساس بالكرب، حتى بيجيهم مشاعر انه انا عم بختنق، بيقول لك انه انا عم بختنق. طبعا اكيد الهرمونات بدها تتعامل معهم بشكل كثير سريع، وبدها تدنى وبدها تنزل لمستويات جدا، تحسسه بالحاله اكثر، ما في مجال، وبدها تثبت وجودها، وبالتالي بدها يعني مثل ما بيقولوا تزين الحاله اكثر، انه انا متضايق تعبان، وبيحكي هالجملات تبع انه طب انت ما فيك شيء، انا تعبان بس انتم ما عم تعرفوا تحسوا بوجعي، شو عم كذب عليكم بوجعي؟ حتى الدكتور قال له انه انت ما فيك شيء بتضايق، خذوني لعند الدكتور. بنروح بنبلش الرحله تبع الاطباء والمشافي، بفوت لعند الطبيب فعلا بيفحصه جسديا بيقول له انت ما في عندك شيء، بيطلع منين جايب لي هذا الدكتور ما بيعرف شيء، خذوني عند غيره. بيروح بيعمل سلسله ابحاث على الاطباء، بصير حتى لدرجه انه هو بيناقشهم بالفكره اللي عم تصير، صار عنده ثقافه، حتى الدكتور بيقول له انت مشخص وواصف دوله نفسك وجاي ليش جاي لعندي، كلهم بيقولوا له انه ما فيك شيء، كلهم ما بيعرفوا، انا الوحيد اللي بعرف. هذا الشيء بيترافق اكيد ما رح يوقف عند انه بس الحاله المرضيه، رح يصير عنده فعلا الام جسدي، رح يشتكي من هي الالام، وهي حتكون الام حقيقيه وصريحه، رح يوقف ياثر على حياته العلميه، العمليه، على الحياه، على الناس الموجودين، رح يصير مصدر طاقه كثير مزعجه، وبالتالي شوي شوي فعلا رح يضل حتى اخر شيء جسم رح يتبنى هالحاله وفعلا يطلعها امراض موجوده. طيب اليوم دكتوره اذا بدنا نحكي عن الاسباب الاساسيه لهذا الاضطراب، هل العامل النفسي اليوم له دور كثير كبير؟ هل الشخص ممكن يكون عنده نقص بحياته؟ هل هو اليوم بيكون بحاجه لاهتمام لحتى يعمل هذا الشيء؟ شو الاسباب اللي بتودي لهذا الشيء؟ هلا خلينا نتفق انه الحاله النفسيه هي قاعده اساسيه رح نبني عليها كثير اشياء، لكن هي سبب واحد من الاسباب اللي كثير مهمه. في عندنا النقطه الثانيه اللي هي ممكن الشخص يكون بحاجه رعايه مكثفه، او في عنده حاله انه انا مالي نقطه اهتمام، او انا مالي مركز اهتمام، الناس ما عم تهتم فيني، فاحتمال كثير انه يلجا لهي الطريقه لحتى يعمل حواليه اضاءه اكثر، حتى يخلي الناس تكون مهتمه فيه اكثر، انه اهتموا فيني، حبوني، دللوني اكثر. وفي نقطه ثانيه اللي هي كمان ممكن الغيره،
على فكرة لا تستغربوا أبدا، في كثير ناس بتغار من شخص مريض فعلا، صحيح، فبتغار منه، فبالتالي بتتقمص هاي الأعراض وبتشعر جسمه أنه أنا فعلا عندي هذا الشيء. يعني مثل اللي بتشوف رفيقتها داخل قام كتير ركضوا عليها، عم بعد شوي تقولوني وأنا دخت كمان، جيبوا لي مي وملح أو مي وسكر لأنه أنا كمان دخت نزل ضغطي. شايفينه هذا أولا؟ لا، هذا المثال. صحيح. في ناس بتغار، طبعا مو الغيرة اللي بتكون مقبولة أو منطقية يعني بالحياة، لا، إنما مو غيرة، الغيرة المرضية تماما، إنه أنا الغيرة المرضية إنه ليش ركضوا عليها اهتموا فيها وأنا كمان. فبيعملوا هاي الأسباب مثل ما قلت لك، هو أسباب نفسية حكما، عنا لفت انتباه، طلب الرعاية، أحيانا عدم الثقة بالنفس، تقدير لذواتنا، إنه بركي أنا زال قلت لهم إنه أنا تعبان أو مرضان بيعفوني من مسؤولياتي، هروب من المسؤولية. غالبا الشخص المريض نحن ما بنقول له قوم مثلا على عملك، ارتاح. ما بنقول له اليوم والله دورك بتحضير الاكل، ارتاح. ما حد قال لك اليوم دورك بكذا، ارتاح، يلا معلش. فهي فرصه انه اهرب من مسؤولياتي. لا مو بهيك، وبطلب كمان عملوا لي هاي الاكل اليوم، انا هذا الجو ما بحبه، طفوا هذا الضوء، اعملوا هيك، ساووا هيك، لا تخلوا فلان يفوت على البيت. فرصه لحتى انا حتى اعمل استغلال للمشاعر الاخرين. مو خايفين علي؟ مو أول مرة شافوني قاموا صدقوا إنه أنا تعبان. طب كل شيء ذكرتيه دكتورة، يعني إذا بدنا نرجع ما في شيء من لا شيء، يعني طبعاً. أكيد اليوم أكيد. في منشأ نفسي عند هذا الشخص ليخليه إن كان يغار إن كان يفتعل مشاعر غير وهمية غير موجودة، في شيء نفسي يعني خلاه وصله لهون. هل إحنا عم نحكي اليوم عن طفولة مبكرة أو لا؟ هلا نحن عم نحكي عن طفولة مبكرة، لأنه كثير ممكن الأطفال بيكونوا بدهم شيء ما عم يعرفوا يوصلوا الفكرة، ممكن يجربها لأنه الطفل هو عنده مجال ليجرب أي شيء ويشوف أي اللي بجيب معه نتيجة أسرع بدون ما يتعب، كثير ممكن يجرب. وهي كلياتنا لما كنا بالمدرسة كنا نعملها وقت نتهيأ نتغير. وإذا الكبار عملوها يعني شو بتكون مشكلتهم؟ كمان منشأ نفسي طفولي؟ إيه طبعا أكيد، نحن ما بنعمل شيء من الفراغ. ما تصدقي إنه في إنسان بيعمل شيء هيك، يا بدنا نقلد يا شايفين هذا الشيء، يا عندنا شيء مرتبط بذواكرنا. يعني هلا مثلا انا اذا قلت لك قومي كلي اكله غريبه من حضاره غريبه، منين جبتي لي هاي الاكله؟ لا سمعاني عنها ولا حدا قايل لي انه مجربها ولا اساسا عندي ذكريات عنها، فيمكن في ما بعد اذا اقتنعت اني انا اجربها مثلا. عم نحكي طب انا كيف انه انا بدي اعمل تصرف انا اساسا ما زبط معي، يعني ما شايفته، ما حدا عامله عندي بحياتي، مو صاير معي دخيل تصرف جديد، بدي اتعرف عليه انه منين جايب انت هذا التصرف. غالبا في دراسه بتقول انه للاسف نحن بنقلد. اذا الام تتمارض في طفل قاعد عم يتفرج عليها، انا بوعدك بس اكبر رح اتمارض مثلك. اذا الاب بيتكاسل اليوم مالي قدران اروح لانه على الشغل، والله انا حاسس حالي كثير تعبان، في حدا قاعد عم يقلد بطريقه او عم يقتبس بهي الشغله، بطريقه ما رح يقول لهم اليوم انا مالي رايح على المدرسه لانه راسي عم يوجعني انا تعبان. يعني نحن بدنا نكون عم نعطي شيء، ما عم نعطي شيء الا موجود عندنا من جوا، يا فكره يا فعل. حتى هدول الاشخاص يمكن بيصيروا بتحسيهم مثل المبارزه، وقت مثلا شخص تعبان انا عندي المرض المعين، يمكن كلياتنا بنحب نكون بصحه منيحه، انا مريض بهذا وانا كمان وانا كمان اكثر منك وانا اكثر، يعني بتصير انه مباراه اليوم. هي اسمها مبارزه، هي بتصير بين الشخصين اللي عندهم الافتعال والاضطراب. المضطرب شلون بيصير؟ انه بيكونوا شخصين اثنين عم يعانوا من كولون عصبي، سوريا كلها عندها كولون عصبي، ما في حدا طبيعي. ما عنده كولون طبيعي دكتوره طبيعي كلهم بيكونوا مثلا اثنين شخص، انا وياكي قاعدين مثلا، ما شاء الله الله ما يصيبك شيء، والله انا ضايقت امبارح لاني توترت شوي فشعرت انه كولوني كثير تشنج معي، ايوه انا اكثر لاني امبارح وقفت تاخرت او هيك، انا ما عم بتبارى. فهون بصير للاسف اذا شخصين هيك بيتباروا، وبالتالي بصير اذا بتنتبهي نحن بصير عندنا حاله انا بدي اغلبك، انت تعبان انا تعبانه اكثر منك، انت اخذتي حبتين انا امبارح اخذت العلبه كامله، انت مثلا شربتي شيء معين مثلا زهورات او شيء، انا امبارح كنت عند العطار بحد ذاته يعني جبته على البيت جبته على البيت. بصير عندنا مبارزه، يعني ننسى الفكره بصير انه بس نحن بدنا نتبارز بهذا الموضوع. حتى بهون بتدخل النديه والغيره، نرجع للفكره كنا عم نحكي في غيره، حتى بالمرض في غيره بهذا الموضوع. طيب خلينا نروح للمبارزات اللي عم بتصير هلا على ارض الواقع، وهنن طلاب الشهادات، يعني الحالات الجسديه طبعاً. اللي اكيد اليوم منشأة نفسي بسبب خلينا نقول ضغط الامتحانات والخوف طبعاً. عندهم اعراض جسديه، هل هي وهميه ايضا؟ هلا اللي بيصير انه جسديا ما عندهم اياها، بس نفسيا هن متعايشين معه متالمين فعلا، هن عم بيتالموا، يعني بياخذون عند الدكتور بانه ما عندك شيء، ما عندك مراره، ما عندك زايده، ما عندك التهاب امعاء، ما عندك شيء بيخليك تحس بهذا الالم، بس هو صدقوه حرفيا هو متالم. ورح اقول لك ابسط طريقه، اكيد طالب بكالوريا او طالب تاسع عم يحكي مع صديقه على التليفون، تعني قبل الفحص بيوم
خلصت المنهاج صرت عايده 3 مرات وانت يا لسه يعني يا دوب رح اعمل اعاده. سكر التليفون فورا بده يصير عنده حاله من التشنج اللا ارادي. البطن هو يعتبر ثاني اكبر تجمع اعصاب بعد الدماغ، طبيعي بده يسكر. كيف هو ملحقه 3 مرات وانا لسه المره الاولى ما سكرته مثلا؟ بده يصير عنده دغري، ماما صارت معدتي توجعني، فعلا تشنج، عصب، ما عاد يقدر يدرس، صار يعاني من الام، صار يعاني من اشياء نتيجه كلمه سمعها. او دير بالك قالوا بدهم يضربونا بالاسئله، دير بالك الاسئله، يعني انا كثير بنزعج لما بشوف انه العالم على السوشيال ميديا والله اليوم ازوهم بالاسئله، والله اليوم كانت صعبه، ما بيعرفوا انه لسه في امتحانات، في امتحانات، كثير طلاب بتنسحب نتيجه الخوف، نتيجه هذا الشيء. في اهل على فكره لما بشوفوا ابنه جسديا تعب فبيوقفوه، بيقول لك انا ما رح اقدر ضحي بابني كرمال يكمل سنه، ممكن خليه للسنه الجايه. كثير بنعرف طلاب وقفوهم اهلا عن الامتحان نتيجه تضررهم الجسدي والنفسي. وسائل اليوم التواصل الاجتماعي كان له دور سيء جدا بشيء اللي عم بيصير. يعني امبارح كانوا عم يحكوا عن طلاب البكالوريا عن الرياضيات، انا شفت صوره حدا عم يبكي، انا اللي خالصه بكالوريا تضايقت، تذكرت يعني قلت اهلمت عشت الحاله اللي عشت حالي، قلت انه الله يكون معها قد ايه بتكون متآلمه، يعني خاصه انه هي عم تبكي وعم تبكي بوجع، يعني هي مرحله صعبه بالنسبه لها، ما بالك اللي بيكون لسه طالب وعم يقدم امتحان. تماما. قديش اليوم الامراض او الحالات النفسيه اللي بنعيشها قديش هي بتأثر اليوم علينا جسديا فعلا؟ تعالي اقول لك يا صديقتي، الحالة النفسية بتأثر على كل شيء بحياتنا، صدقيني إذا إن إحنا حالتنا النفسية نوعا ما رح نقول رايقة لأنه صعبة شوي، يعني ظابطة هادية نسبيا، ما فيها مطبات كثير شديدة، أول ما بدها تأثر على وجوهنا، أول ما بدها تأثر على مرائنا، أول ما بدها تأثر على صباحنا، قال إذا بدك تعرف حالتك النفسية إذا متقبلة ما رح نقول ممتازة، شوف لي صباحك أول ما بتفيق الصبح تبع انه فتحنا عيوننا اليوم، يا بقول انا شو فيقني كمان اليوم، يا اما هاي يلا بسم الله بلشنا نهار جديد. من هي النقطة بتعرفي انه يا اما الامور ماشي الحال نسبيا، يا اما انا عن جد بوضع صعب. ما فيك تقولي انه الحالة النفسية بتنفصل عن اي شيء بالحياة. انت ما عم تطبخي تعملي طبخة لبيتك، اذا انت مالك رايقة بتطلع طيبة؟ ولا بتزبط، ولا بتزبط مستحيل، لانه بنفس المقادير انت بتعمليها بكل مره، وهي الاكل انت كثير بتحبيها بس بتعصيب هيك بس الطريقه وانت عم بتحطيها ذاتها لانه مبارزه تماما، انه يلا بدكم تاكلوا انا دائما لازم دعمن هيك، حتى لو قدمت لهم اياها مع انه نفس الطريقه رح تساليهم انه طيب، حيقولوا لك لا في شيء مو ظابط. ما رح تساليهم لحالهم، حيقولوا لك في شيء اليوم ما له ظابط. شعرك اذا عم تمشطي الصبح وانت مانك رايقه، الشعرات لحالهم كل وحده حتروح بمكان. الحالة النفسية ما فينا أبداً نفصل عن حياتنا. هيك سريعاً قبل ما نختم دكتورة غالية، اليوم الأشخاص اللي عندهم فعلاً هذا الاضطراب عم يأثر على المحيط اللي حواليهم وعليهم هنا، لدرجة إنه ما رح يعني لمرحلة من المراحل إنه هنن بدهم يسايروا شوي بس ما بقى يقدروا إنه طبعاً يسايروا، ملوا منه تعبوا. اليوم هذا الشخص كيف ممكن يطلع من هي الحالة؟ لك يا صديقتي، أولاً حنا ما بدنا نخوف الناس، لكن في كتير ناس بعد فترة من كتر ما بتآمن بهذا المرض أو شيء للأسف فعلاً بعد فترة بيطلع عندك. يعني كثير ناس مثلا بالامراض الجسيمه، انا معي كذا، انا معي اذا وجعتهم ايدهم، انا معي سرطان، اذا وجعتهم عينهم انا معي كذا، بضلوا بدوروا. يعني احدى السيدات اللي كانت موجوده كل ما يوجعها شيء انا معي سرطان، وتقامي ودارت على كل شيء، قالوا لما ضلت متآلمه لفعلا ثبت معها، بس ثبت معها قالت انا هلا ارتحت خلص، يعني انه انا بدي هذا الشيء، عم بستجلب هذا الشيء. الفكره انه طول ما بتآمنوا بهذا المرض وانا موجود وانا عم بستجلبه وانا عم بعطيه احساس وانا عم بعطيه وانا بعطيه، بالنهايه بده يصير والجسم بده يستجيب، فعلا هذا المرض بده يخلق فينا وبده يؤذينا وبده ينهينا حياتنا بطريقه مؤلمه. النقطه الثانيه اللي هي اجتماعيا، قد ما كانوا الناس حوالينا بيحبونا بيهتموا فينا بيملوا، لكن لهم قدره لهم طاقه، بالنهايه رح يقولوا لنا لهون نحن عملنا اللي علينا، كمل حياتك لوحدك. الانسان بطبيعته ما بحب الانسان المل الشكاء البكاء اللي طوال ما له قاعد عيني ورجلي وايدي و... بالنسبه لطلاب الامتحانات معلش للاهل خلونا بس هالفتره نستوعب اليوم، نستوعب هذا الشيء ونوضح لهم انه لا تتقمصوا هذا الشيء، انت متالم نفسيا بس جسديا انت ما فيك شيء، ونحترم الالم تبعهم مشان فعلا ما يتحول. عم يقول انه معدتي عم توجعني، احترموا هذا الشيء وبرروا له، انت عم تتالم لانه انت متشنج، حاله طبيعيه اليوم بس انت جسديا ما فيك شيء، بس نتجاوز مرحله الامتحانات. حالي طبيعي اليوم بعد هذا الجهد هذا التعب، يعني اليوم في احلام مبنية على هدول الأيام. شكرا دكتورة لحضورك اليوم، وإن شاء الله هيك بالصحة النفسية الجميلة للجميع. يومك حلو وأنتم نهاركم حلو يا رب.